كلام مش هيبقى يعني كبد. انا مش عارف الناس بتبسط من سماع الطب ده ولا لا، طبعا بس كلام يعني ساعات يبقى ما هو كلام يعني تقيل، يعني كلام بيبقى تقيل وجارح وكل حاجة، لكنه مفيد لانه بيحمي الناس من حاجات كتير والحامي ربنا سبحانه وتعالى، طبعا لكن بيساعدهم على فهم الاشياء والتعامل معاها. انت تعرف مثلا انا خالي مثلا كان عنده الكبد ما وراح في اعرفش. انه فتح، لا كان عيان وكل حاجه، فتح الثلاجه لقى شويه طماطم معمولين بالثوم وبتاع، راح ضاربهم غيبوبه مات. ففي ناس ما بتعرفش انه ممكن في غلطه صغيره المسائل تبوظ منهم. وزي ما احنا اتفقنا يا استاذ محمود، الحلقات دي كلها وغيرها هي شعبنه الطب، تمام، تبسيطه يعني بنبسطه تبسيطه بحيث انه وتفهم يصل الى الاشياء الرجل الخطر. البسيط جدا كده. تمام. اتفضل شعبن بقى. شعبن الكبد. لا يرحمه كنا شعبان عبد متفقين الرحيم. على الكبد. انا لو حضرتك سالتني ماليش دعوه بالكتب، كحسام موافي، ايه اهم عضو في الجسم؟ اقول لك الكبد. غيري هيقول المخ، هيقول القلب، انما انا هقول لك الكبد. هتقول لي طب قلت كده ليه؟ هقول لك انا قست اهميه العضو بعدد الوظائف. اكبر عدد وظائف لعضو في جسم هو الكبد. لما اقول لك مثلا عضو بيعمل 20 وظيفه، يبقى خطير، يبقى خطير طبعا، غير بيعمل 5 وظائف، غير بيعمل 7. فالكبد هو اكثر عضو في الجسم يؤدي وظائف، مفيش حاجه عاتقها. طب ادينا فكره. السكر. تمام. وياما مرضى عندنا سكر وعندها كبد، لازم يبقى فاهم ان الكبد عضو بيتدخل في السكر. انا دلوقتي كلت 20 30 جرام سكر، لو دخلوا على الدم سكر، هيبقى السكر يرحمكم يرحمكم الله، ما تخافش من انفلونزا خالص على فكره. فانا كلت كميه سكر كبيره بتمتص في الامعاء، لو كانت تخش على الدم دغري سكري في الدم هيبقى 400، تبقى كارثه. الكبد بيشتغل هنا بالظبط، يروح واخد السكر ده يديك على قد ما انت عايز ويمشي الباقي، والباقي ما يمشيش، يتحول لوقت عوزه لماده تانية اسمها جلايكوجين، تخزن في الكبد. طب انا جه رمضان وصمت والسكر بيتحرق، وانا اشتغل وبجري واتحرك، عمر ما السكر يوطى. ليه؟ اخد من المخزون. شفت الكبد الزيادة يشيله، ولما ينقص مخزن يطلعه. بس ما بيتخزنش السكر في الكبد على صورة سكر، على صورة أخرى، يشبكه ببعض السكر ده ويشيله عند اللزوم يطلعه. طيب أنا عندي تليف كبد، إذا الوظيفة دي مش هعملها، أنا مريض. كبد مش شغال. يجي بقى يقعد يقاوح معايا في العيادة، لازم أصوم. يا سيدي أنت ممنوع من الصيام، محدش هيديك اللي ناقصه. صحة الأبدان قبل صحة الأديان، ده حديث للرسول. ناخد مناقشة يا أستاذ محمود بالساعات عشان يقتنع إنه ما يصومش. ليه؟ اللي عنده تليف كبد ما عندوش القدرة إنه يفك اللي ما عندكش الاحتياطي. الاحتياطي مش هيطلع، فممكن يحصل هبوط في السكر شديد جدا وتبقى مشكلة وهو في غنى عنها. تمام. فاللي عنده كبد متليف لو خد سكر كتير تلاقي سكره عالي في الدم، والدكتور يتهيأ له انه مريض سكر. لا، ده هو سكره عالي عشان راح داخل بدون تخزين، ما خدتش الزياده. تمام. ولما يصوم سكره يوطى جدا، يبقى بعد الاكل عالي جدا وهو صايم واطي جدا. لاخر لخبطه بقى. ده السكر ده لما يتلخبط الجسم كله يتلخبط. ادي مثل اهو من اهم الوظائف. طب حضرتك طلعت انسولين، الانسولين لو فضل قاعد في الدم هيحرق لك السكر، يعمل لك كارثه. تمام. كبد يروح واخده مدشدشه، خلاص انت اشتغلت وعملت اللي عليك انتهى. فالكبد له دور في تكسير الانسولين عشان ما يقعدش مده طويله. تمام. انت بتطلع انسولين ساعه ما اكلت، طب هيقعد قد ايه؟ ساعتين، ساعتين ونص. طب مين اللي ضيعه؟ مين اللي كسره؟ الكبد. فطبعا ده حاجات عجيبه، الجسم في حاجه. لا، هي كل إيه كمان بقى اللي بيذاكر كبد ما قالش سبحان الله يبقى عايز الضرب، والله العظيم سبحان الله في هذا العضو العجيب. اقول لك الاعجب، في ماده اسمها كوليسترول كل الناس عارفاها وكل الناس بتخاف منها، الكبد هو اللي بيعمل الكوليسترول.
خلاص تقول لي طب ده ماده مؤذيه، اقول لك لا مش كله مؤذي، الكوليسترول نوعين في شقين، فالكبد بيساعدك بيطلع كوليسترول عشان تعمل هرمونات. بص بقى الجمال سبحان الله، وهو اللي يخلق الكوليسترول الزائد يمشيه يتخرجوا بره في المراره. يعني يخرجوا كانه هو مصفى، تعايا كوليسترول زياده اطلع بره مش عايزينك. يبقى بيعمل ماده وبيخرجها. تقول لي ده عضو مش مهم؟ ده في غايه الاهميه. مظبوط تمام. الوظيفه الثالثه الهامه جدا بقى اللي هي تهمنا في حالات التليف والكلام ده، هو بيعمل زلال الدم، ما يسمى الالبيومين. الالبيومين ده مهم جدا جدا جدا. مين اللي بيعمله؟ العضو الوحيد اللي بيعمله الكبد. تمام. تقول لي طب في بروتين تاني اسمه جلوبيولين، اقول لك جلوبيولين يشترك في الكبد مع خلايا تانيه، انما الالبيومين ده بيورلي من الكبد، ما فيش حد يعمله، وبالتالي قياسه يبقى رائع كوظيفة كبد. تمام. ليه؟ لأن الوحيد اللي بيعمله طلع ناقص، تبقى انت كسلان يا عم الحاج ونتصرف معاك. الالبيومين هو اللي بيخلي المية جوه الدم ما تطلعش بره، المية اللي محتاجها الدم بالظبط. فكمية المية اللي محتاجها الدم اللي بيحافظ عليها جوه الدم هو الالبيومين. طب نقص الدم ما يعرفش يحتفظ بالميه، تروح طالعه بره يورم العيان، يجي له استسقاء، كل الحاجات. الكبد ده رهيب. لا بقول لحضرتك انا رايي يعني لما بدرس الكبد لبكالوريوس او لبتوع الماجستير او الدكتوراه. طيب دي يعني جزء من اعمال الكبد. طيب امراض الكبد تنقسم اثنين بقى كبار. نعم امراض الكبد تنقسم اثنين كبار. طيب امراض الكبد. اتفضل يا دكتور. ده بعد الفصل ولا؟ لا 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 لسه. لا اتفضل. بس لما بتمسك القلم لا تخوفني. لا بس بفكر نفسي عشان بس ما اقطعش حضرتك. امراض الكبد اثنين كبار جدا، اما حاده واما مزمنه. تمام. شتانه بينهم. طبعا. شتان. مرض حاد للكبد زي ايه؟ زي التهاب خلايا الكبد. التهاب. طيب التهاب ده يجي من ايه؟ كل الناس حافظه الفيروس. فيروس ألف يعمل التهاب في كبد محترم، لكن الحمد لله انه بيخف دون ما يترك اثر، دون ما يترك اثر خالص يعني. طيب ب فيروس ب يعمل التهاب كبدي، سي يعمل التهاب، وفي على فكره فيروسات غير دول. فده التهاب فيروسي. طب الادويه خلي بالكوا بقى، احد انواع البنج اللي بتبني بيه ممكن تعمل التهاب كبد تضيع الكبد. وانا ونصيبي بقى البنج ده ملناش علاقه بيه. يعني خلينا نتكلم في الحاجات اللي انا ليه علاقه بيها. ادويه بنادول. الادويه اللي هي بتستخدم بدون استشاره الطبيب. بنادول. بس البنادول يس طبعا. بس البنادول قالوا كل القول ما فيهوش حاجه. لا في ما فيهوش حاجه على كل حاجه، بس هو علاقته قول يعني كل حاجه ليها في اخرها. قول هو علاقته بالكبد مش علاقه طرديه، يعني مش كل ما زودت القرعه كبدي باظ، لا ده من قرص، هو نوع من انواع الحساسيه، يعني ممكن اخد قرص بنادول يوقف لي الكبد ما يشتغلش. وفي هذه الحاله المرضى اللي زي دول لا قدر الله بيحتاج زراعه كبد في الحال. بس احنا ما عندناش اللعبه دي قوي. عندنا زراعه كبد طبعا بس مش الحاله الحاده. يعني احنا دايما زراعه كبد في مصر البنادول ولا الباراسيتامول؟ هو الباراسيتامول، هو يعني هو الاسم العلمي باراسيتامول. باراسيتامول عشان بس باراسيتامول مجموعه كلها. المجموعه كلها قرص. فده نصيب. الدكتور بيتكلم هنا مش على استعمال، يعني لو انت استعملته مره وخلاص تمام استعمله زي ما انت عايز، مش خطوره على الكبد خالص خالص. يبقى الدكتور بيتكلم على اللي عنده حساسيه زي البنسلين بالظبط. طب ما الناس كلها بتاخد بنسلين حساسيه من ماده الباراسيتامول. الباراسيتامول اللي عنده حساسيه دي. اللي عنده حساسيه دي حاجه لازم قبل ما تستخدمها، يعني لو عندي طفل قبل ما اديله ده اعمل له اختبار الحساسيه. لا ما بيتعملش، هو بيطلع لوحده كده. ما بيتعملش ازاي؟ ما فيش اختبار له. ما انت عارف لو اديته القرص كاختبار هيبوظ كبده. نصيبه. دي حالات شاذه. حالات شاذه جدا جدا. انما اللي بياخد اي حاجه من البنج اخطر من الباراسيتامول. البنج اللي هو ده بيبقى شديد جدا. العين بياخد وما يقومش بالبنج، يفضل في غيبوبه، غيبوبه كبديه. كلام الدكتور حساس. بس عايز اقول لحضراتكم ان الدكتور بيتكلم عن الحالات الشاذه القليله والنادره. نادره جدا. كل يوم في مصر، في مصر في بلدنا
بيتعمل اكتر من 50,000 و 100,000 عمليه وبياخدوا بنج وبيخرجوا زي الفل. صح، عشان بس الناس احنا بنتكلم كلام من شعب. اصل دي ملهاش حل، ملهاش حل. يعني انا داخل اعمل ازاي ده؟ هعمل ايه؟ هعملها هاخد اضرب على دماغي بعصايا؟ تمام. فهو الـ ده الحاد. تمام. التهاب كبدي اما من فيروس واما من دواء. دول حاد. ده بيخلص الموضوع الشائع بقى ده كله. ده كل سنه خلاص. تمام. لا، في زراعه كبد الاخ. طبعا طبعا. لكن الشائع بقى عندنا في مصر بقسوه المزمن. كلمه كبد مزمن تساوي تليف. تمام. عندنا حاجه اسمها تليف الكبد. تليف الكبد ده مرض بيجي بعد شيء. انا جبت زيت سخن ودلقته على ايدي، هفضل تعبان تعبان مش عارف ايه بتاع، لكن بعد 10 سنين حضرتك هتشوف ايدي تقول لي ده انت اثر اتحرقت في اثر الكبد كده. دخل التهاب فيروس سي بي اي حاجه بأي ما بيعملش. بعد سنه سنتين ثلاثه تغير شكل الكبد، خلايا تغيرت شكلها والاوعيه الدمويه تغير شكلها، فاصبح هذا الكبد متليف. تمام. تليف الكبد عندنا شقين كبار جدا جدا، بعاد جدا عن بعض. اما التليف، تليف يعني او حاجه ليفيه يعني تمسك الاوعيه الدمويه اكثر من الخلايا، يبقى الدم اللي داخل على الكبد مزنوق ان مقفل له الاوعيه الدمويه، يعمل ارتفاع في الضغط البوابي، وارتفاع الضغط البوابي هو السبب الرئيسي في دوالي المريء. يبقى اللي عنده تليف في الكبد وما عملش منظار يبقى عايز الضرب. تمام. لان هو مش هيعرف عنده دوالي مريء ولا لا الا لما ينزف. يرجع لا انا اشوفها قبل ما تتعمل. فاي مريض تليف كبد نشوف عنده دوالي، خاصه لو انا بالسونار قلت له انت ضغط البوابي عندك عالي، الدم داخل الكبد، لا الدنيا مقفله، فالضغط عالي، عايز سكه ثانيه، يروح عامل دوالي المريء دي. يا اما يؤثر على الخلايا، يبقى شقين، يا اما على الاوعيه الدمويه عمل دوالي المريء، يا اما الخلايا اذا فشلت الخلايا في الاخر خالص بتعمل ما يسمى غيبوبه كبديه، اللي هي قبلها العيان يبتدي يدروخ، ما يعرفش ولاده، يقول كلام مش مظبوط، يعني كل ده مبقاش فيه الوعي، بيبقى الوعي بيتغير، السيطرة عليه مش بالظبط كده. عندنا نوع بقى خطير جدا استاذ محمود، اللي هو الفشل الكبدي الكلوي. ده اللي عايز انبه عليه. دول كلمتين مش هنطول. يا ترى ده فشل كبدي وكلوي ولا كبدي كلوي؟ الله، ده كلمة واو، ده حرف واو، خلالي مرضين بعاد جدا عن بعض جدا. يعني واحد عنده تليف في الكبد وجاله فشل في الكبد خلاص، تمام، ولكن كلوته تعبانه بالصدفه. بالصدفه. يبقى الاثنين مع بعض، يبقى في واو، يبقى فشل كلوي وكبدي في نفس الوقت. ده قصه تانية خالص، غير حاجه ضربت الكلى والكبد في وقت واحد. يحصل، يحصل طبعا. اخطر الامراض اللي في الدنيا كلها الفشل الكبدي الكلوي، مش واه. ليه؟ الوا ده هغسله. وصل ده لوحده وده لوحده. ده لوحده. واه. انما مش اللي مش الغسيل ما بينفعش فيه. وليس له حل سوى زراعه الكبد. ليس له حل. الهيباتورينا اللي هو الكبد الكلوي ده ملوش حل غير زراعه كبد. طيب بسرعه جدا. طيب سؤال قبل ما نعمل الفاصل. هل ده مرض موجود عندنا؟ لا لا، نادر جدا جدا. نادر بس موجود. موجود بس يعني انا بشتغل عنايه مركزه بقالي 25 سنه، شفنا حالات كتير. يعني حضرتك بس بالنسبه لبقيه الامراض هو قليل. قليل يعني ما هوش من الامراض الدارجه. يعني شفنا أو مثلا 40 حاله في 25 سنه. طيب دي انواع الامراض. نبتدي نتكلم عن انواع الوقايه وانواع العلاج بعد الفاصل لو سمحت. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى مع استاذنا الدكتور حسام موافي. كنا بنتكلم عن الكبد. هنتكلم بقى، اتكلمنا عن الامراض، انواع الامراض اللي بتصيب الكبد. عايزين نشوف العلاج او الوقايه الاول. الوقايه طبعا. وايه الامراض الاكثر عند الشعب المصري عشان يقدر يحمي نفسه منها؟ برافو، سؤال جميل جدا. طبعا الوقايه لو خدنا رقم واحد، فيروس ايه اللي هو منتشر في في الشباب؟ ليه؟ عشان بياكل بره بيته فيلقط الفيروس من اكله، هتلاقي ابتدى
قيء شديد جدا ويسخن حرارة 39 40 ومش سدت نفس ما حصلتش. لا الاجمل من كده انه لو كان مدخن يقرف من السجاير. اظن ده يتشخص بمنتهى السهوله. ده سهل قوي خالص. واحد سنه 25 سنه يا دكتور انا سخن. ولا عايز وبرجع شخص. طب بتشرب سجاير؟ اه بس مش طايقها ومش قادر ابص للاكل، انت فيروس ايه؟ وروح حل. طب ده جه منين؟ من اكل بره بيته. تمام. يا ويطلع قانون اللي ياكل بره بيته ياخد 3 سنين سجن، هننقذ البلد دي. لا بس الاكل ايه نوع الاكل يعني؟ اي اكله. لا يعني ممكن تكون الاكل ده دخل فرن وخرج. نادر، انما السلطه محرجه مش ممكن. عشان برضه عشان نحدد مش هتاكل فراخ يعني مشويه. لا في ناس بتقول مثلا الاكل السخن بيبقى مضمون اكتر من الاكل البارد. طب كويس، حضرتك موافق على الكلام ده؟ اسال سؤال. لا مش موافق خالص. مش موافق. مش هو دخل الفرن؟ اه حضرتك عقمت الفرخ، طب اللي مسكها؟ تمام. عقمت ايديه؟ لا. لا. لا لو ماسك جوانتي اكل بره البيت ده جريمه والله. لو بس محكمه النقض طلع اللي الشاب اللي ياكل بره بيته ياخد 3 سنين سجن، كله هيبطل وهنبطل عيا. فادي فيروس ايه؟ فيروس سي معروف انه بيتنقل عن طريق الدم. على فكره كنا نعتقد انه ينتقل عن طريق العلاقه الزوجيه، طلع غلط. طلع غلط. الستات ما تخافش ولا الرجاله اللي عنده فيروس سي، طلع غلط الكلام ده. بيتنقل عن طريق الدم، حلاقه، دم، سنان اي عمليه، سيزيريا. طبعا عشان كده الرقابه على المستشفيات والتعقيم مهمه جدا جدا. لان لو فيروس سي واحد لقطه بتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا الاهم من كده وكده يا استاذ محمود، الف مره الواحد يتابع نفسه يعني. يروح يشوف نفسه. هو في حاجه يعني قول شائع عن الكبد، يقول لك ان الكبد يعني في غدر شويه لانه ممكن يبقى عنده تليف صغير وبعدين يجي يكبر وهو في حته صغيره كده شغاله يدي نفس النتائج. هل ده صحيح؟ صح خادع. يعني ممكن اعمل تحليل الاقي الوظائف كويسه جدا. برافو عليك. ويكون في مشاكل، يكون في ورم. يا ما اي حته فيه صغيره فعلا. يعني الكلام ده صحيح. يعني ممكن جدا. اللي بيعتمدوا على المعامل فقط امال يعمل ممكن إيه؟ يضيعوا العين. لازم يكشف. شوف سونار. ساعات نصل الى عينه، ادخل ابره في الكبد واطلع واراها بالميكروسكوب. في حالات نادره يعني ده مش ماشي معايا، فاشوف نوعه ايه، لان في انواع بتبقى محتاجه كورتيزون او مواد مثبطه للمناعه، فدول كده. فالكبد خادع جدا. فمش معنى انك عملت وظائف كبد طلعت طبعا اشاره 80% برضه. انت كويس. القلب من طبيعي. في حاجه مهمه جدا اسمها انزيمات الكبد. ايوه هي دي بقى مهمه. لسه معاها دي بتدي اشاره مهمه. تمام. كل خليه من خلايا الجسم فيها انزيم او اتنين او تلاتة. كل خليه، خلايا القلب، خلايا الرئه، العضلات والكبد. تمام. زي الانزيم ده في الدم فيه. بس هنا كميه كبيره وفي الدم كميه صغيره. تمام. واضحه؟ يبقى كل خليه فيها انزيم معين، هنقول انزيم اسمه حسين. ماشي. خلاص؟ في حسين بره بس قد كده. طب لو لقيت الحسين اللي بره قد كده يبقى الخليه دي فوتت الانزيمات اللي جوه. خلاص؟ في مشكله. يبقى عيانه. يبقى خليه عيانه بمرض حاد مش مزمن. يعني لما واحد يقول لي عندي انزيمات الكبد عاليه اقول له لا انت عندك مرض حاد. انت عندك التهاب كبدي. يعني في التليف الانزيمات طبيعيه. في التليف انزيمات طبيعيه جدا، لكن في الحاد تبتدي تعلى زي انزيمات القلب. اقول لك لا انت عندك جلطه في القلب، الانزيمات عليت وهكذا. فانزيمات الكبد هم اتنين. لما تطلع ارقامها كويسه احمدك يا رب. ما عندكش حاجه حد؟ ما فيش حاجه حد. ولا في كمين ولا حاجه ولا, ولا في التهاب بتاع كمين ده في الشارع بس. طيب ماذا يعني ننصح ناس غير حكايه انه ما ياكلوش في الشارع؟ ما ياكلش في الشارع. ما يعني يتاكد ان هو الموس اللي بيحلق بيه هو بتاعه. او حتى لو كان بيحلق عند الحلاق يبقى يتاكد انه جديد. يروح لدكتور سنان في مراكز. لازم يطمن على التعقيم. معروفه اللي بتعمل عمليه والحلاق كمان. طبعا الحلاق الشعر يعني ولا الشعر ده؟ لا الحلاق ده اشتقني بس. التعويره لازم يتعور. عشان اجيب له سي لازم يتعور. بيه بيتنقل عن طريق الدم زي سي بس يعني نفس الكلام اللي قلناه. وبعدين بقت التحليلات يا استاذ محمود بقت سهله جدا.
ومش مش الحقيقه مش مكلفه قوي، مش كلها يعني مش مكلفة. ليه الوزاره بتعملها ببلاش؟ مش ال 100 مليون دي عمل ناس كتير راحت عملت استفادت من الحكايه. هي طبعًا. هو التحليل عشان بس الناس تبقى فاهماه، اي جسم غريب يطلع له جسم اجسام مضاده، تمام؟ دي المناعة. اي جسم غريب ربنا عاملها كده طبعا، سبحان الله يعني. اي جسم غريب يطلع له اجسام مضاده، فممكن الاقي اجسام مضاده بتاعت فيروس سي، تمام؟ واحد يقول لي يبقى انا عندي فيروس سي، اقول له جايز يكون كان عندك فيروس سي ومشي، تمام؟ يبقى انا الخطوه التاليه اشوف فيروس سي قد ايه. يبقى الاول الاسهل والارخص انا اعمل اجسام مضاده، ليه؟ جايز خفيت والاجسام المضاده لسه موجوده، جايز. فبيشوف الاجسام المضاده قد ايه، ان لقيتها موجوده اقول له طبعا انا هعمل لك التحليل التاني، انما لو ما لقيتهاش موجوده خلاص تمام. طب ده برضو جررني سؤال، هل فيروس سي لما يتعالج يجي تاني؟ بس مش عايزين نقول كده عشان ما حدش يتضايق يعني. لا بالعكس، مش يتضايق، لا بالعكس، عشان خاطر ان واحد مثلا بلاش يجي له تاني، ينشط تاني. يعني احنا لما بنموت فيروس سي يا استاذ محمود احنا بنموت 99%، لكن انت سايب شويه. يعني اذا اللي جاله فيروس سي وتعالج يتابع، اهو كده، ده اللي احنا عايزين نوصله، يتابع مهم جدا، هو ينشط مش بس يجي تاني، ينشط كمان ينشط، ولازم تشوفه النشط. احنا بنعمل التحليل ده كل 4 شهور، فيعني 3 مرات في السنه مش كتير، مش كتير، عينة الدم 3 مرات في السنه. اذا لقيته علي تاني عايز تتعالج تاني. طب لو عمل زرع، زراعة الكبد لها شروط شديدة جدا جدا، انه ما يكونش في المرحلة اللي هي نشط، ما ينفعش يكون تليف، القلب مواطي، جايز يكون لا احنا خلاص واحد عمل زرع كبد، عمل زرع يجيله ممكن جدا يجيله في الكبد الجديد، ما فيش مشكلة، ملوش دعوة باللي فات خالص، يجي لوحده تاني كده خالص خالص زراعة الكبد. بس انا عايز اقول للناس كلها ان زراعة الكبد دلوقتي متقدمة جدا في مصر، جدا 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 كمان، ومش بس كده، ورخصت جدا جدا، لان الحكومة تكفلت بيها. مظبوط. يعني انت كل اللي عليك تجيب لي متطوع، اظن مش مشكلة، ابنك لانه انت بتاخد حتة والمتطوع بيبقى كويس، المتطوع لا يتأثر بتاتا. الكبد اللي احنا خدت حته، لما اجي افحصه المتطوع بعد كده بتلاقي كبده كبر، كمل سبحان الله، وكمل سبحان الله، يرجع زي ما كان. انت كل اللي عليك اللي عنده تليف وخلاص اند ستيج كده ومحتاج زراعه يجيب لنا متطوع بس، والدوله بتتكفل تقريبا معظم التكاليف. طب هل في نوع من الاطعمه بتقوي الكبد وبتساعده؟ هو بص حضرتك، هو مفيش هو مفيش، ولكن كل ما خرج من الارض صحي، طبيعي، ده معروف، وكل ما مشي بقى على مشكله اللي خارج من الارض بقى ان يجي لك من الارض نظيف وكل ما مشي على الارض غير صحي. طيب دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الخضار، الخس والخيار والبتاع، ممتاز جدا، خرشوف، هل غسله بالماء فقط ده يكفي؟ عشان ده سؤال الناس كلها بتغسل بالميه بصراحه. هنعمل ايه؟ وفي ناس بتغسل انت عارف في الجردل وكده، لو غسل بالصابون اضر، لو غسل الحاجه بالصابون اضر، لان الصابون ده لا ما ينفعش بالصابون، في ناس بأورام بتغسل يعني. من الجرمانه، لا 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 لا، انا في ناس بتغسل بالخل، يغسل كويس يعني ماشي بالخل، خل ماده طبيعيه، انما يغسل بصابون وبرمنجانات لا، صابون لا طبعا، ما حدش بيغسل بصابون لا. وبرده البرمنجانات لازم يكون غسل بعديها كويس جدا جدا عشان يتخلص. الغسيل الصحي ايه؟ ميه كتيره وخلاص وجاريه، يعني مش جردل وحط فيه الخيار وطلعه. انا بشوف جميع بتوع الكشري في مصر يحط الطبق كده، على فكره معلق. لو حط الطبق وغسله في الحنفيه بتاعي يبقى الكشري وحش. ده جزء من الطقس، ان الجردل يتحط فيه الطبق ويطلع، والشوكه تحط في الطبق ويطلع. عمرك من بق ده البق كانت طعميه بيتي حلوه، ده هي لازم تكون في زيت اتحرق منه النار وبايظ. صحيح صحيح، بس يعني العلم نور، العلم بينورنا وبيساعدنا على ان احنا أنا يعني نفسي مساله الشوك والحاجات دي بقت المفروض ان كله يبقى بلاستيك بقى، خلاص تفتح قدامك وتاكلها وترميها وكده. والله العظيم لو هو الناس تقلل بس كميه الاكل، مش هقول ممنوع، ما حضرتك بتتعزم في فرح فانت غصبا عنك اكلت بره يعني، طبيعي. انما لو الناس تقلل فرصه الاصابه هتقل جدا جدا. بلاش الاسهال، اي ميكروب، اي يعني جراثيم كتيره جدا، لان احنا بعض الناس لا تتحرر النظافه في قبل ما تعمل اكل.
كتير ما ياخدش باله يعني. معلش ربنا كبير. دكتور بشكر حضرتك جدا.